وباسمه نستعين. أيها المتابعون الأعزاء في كل مكان، مشاهدين الكرام عبر قناة الريان الفضائية، نحييكم من هنا من قلب الحدث ومن ميدان الشحانية، حيث نتواصل معكم في انطلاقة هي الأقوى، في انطلاقة هي الأميز في الشوط الأول، الشوط الرئيسي الخاص باللقاية البكار لمسافة 4 كيلومترات. انطلقت مشاهدين الكرام هنا هذه الأصايل، حيث يتزين هذا الميدان كما نتزين نحن أيضا بمتابعتنا لمثل هذه الانطلاقات القوية وبمثل هذه التحديات التي نتابعها هنا في ميدان التحدي. مقدمة هذا الشوط ومن تحتل المركز الأول الآن اللي هي الشحانية، تحتل المركز الأول وتنطلق بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا من الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي. تلي الشحانية مباشرة في المركز الثاني، هنا الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومضمر الوجبة هو سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث ففيه مزنة، مزنة تحتل المركز الثالث، مزنة الخير ومزنة العطاء، مزنة تتدفق أصالة وحيوية ونشاطا هنا في هذا الميدان وتحديدا في موقع المركز الثالث. تعود ملكية مزنة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا منها سلطان بن محمد الوهيبي. أتابع المركز الرابع، الشحانية تحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا منها سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس أجد منصورة تتدخل باحثة عن الانتصار وعن النص، تريد الفيكتوري. إنها منصورة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وأيضا منها علي بن حمد بن جرحب المري. ها هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. وين العودة؟ العودة هناك مع المركز الأول، مع الشحانية. من تسيطر؟ من تتقدم؟ من تقول أنا هنا موجودة؟ من يريد المنافسة فليتقدم، من يريد النزال فسوف أنازله منازلة قوية وشرسة. هذه إذن الشحانية تتصدر هذا الجمع، وبالتالي هي المسيطرة على المركز الأول. ولكن الله، شوف اللي في المركز الثاني، الوجبة تلاحقها ملاحقة قوية ومعها في المركز الثاني. الله يا الوجبة، بدأت تتسلل وبدأت تتقدم، وبالفعل تتقدم الآن الوجبة على الشحانية وعلى كل من يشارك في هذا التحدي. الوجبة إذن في المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمر الوجبة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. ذهب الذهبي مع الصدارة ومع المركز الأول، الشحانية في المركز الثاني. ما شاء الله تبارك الله، إذن ثاني المراكز تتألق فيه الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. ما شاء الله، شوفوا الشحانية. الله 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 الله، عادت مرة أخرى إلى مكانها الذي كانت عليه سابقا. هذه إذا تتقدم، عصاها في البطان، فقط يمكن جاتها شبه أوامر. إذا هنا مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تعشقون هذه الانطلاقة ويا من تتابعون رياضة الآباء والأجداد، الأمور تسير في مصلحة الشحانية والمركز الثاني. هنا من مزنة، الله، الدوحة وصلت الآن وهجمت هجوم قوي. الشحانية وصلت، والدوحة الدوحة وعادت مرة أخرى الوجبة. يا سلام، شوفوا هذا المشهد الذي يدل على قوة المستوى، ويدل على أن كل الأسماء المشاركة في هذا الشوط الرئيسي هي أسماء مستوياتها راقية. الله، بنعلق على منو؟ بنخلي من؟ شوفوا اللي تسللت هناك من الجانب الايمن. الله يا مزنة الان، هذه مزنة الخير، هذه مزنة العطاء، هذه مزنة السبق، هذه مزنة الجودة العالية. اذا مزنة تحتل المركز الاول. اوه،
شوفوا شوفوا الدوحة 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 والوجبة وهجوم من الميمنة ومن الميسرة. هنا الأمر صعب جدا صعب جدا علي كمعلق أن أجد تفسيرا لما يحدث. الآن الأمور تغيرت مع الدوحة والدوحة انطلقت الآن مع المركز الأول وشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يسيطر على الست المراكز الأولى. وانطلقت الدوح الله 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 يا عويضة خل الروحة مع الدوحة. انطلقت الدوحة في المركز الأول وهي مشاهدين الكرام تثبت مجددا على أن هذا الاسم الغالي لا يضع إلا على من لديها كل الإمكانيات، من لديها كل هذا العطاء. ها هي إذا تصل بإمكانياتها وتصل إلى بعطائها إلى خط النهاية معلنة الانتصار في أقوى الأشواط في الشوط الأول الرئيسي. تهانينا نزفها من أعماقنا صادقة خالصة إلى سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على امتلاكه لهذه السلالات الممتازة وامتلاكه لمثل هذه النوعية ممتازة أيضا. المركز الثاني كان من نصيب منو لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث جاءت فيه السيلية والمركز الرابع كان من نصيب الشحانية والمركز الخامس أيضا مزنة وجميعهن تعود الملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع اختلاف المضمرين. توقيت إذن الزمني 6:07 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الدوحة بالمركز الأول والتهنئة إلى عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الثاني فكان من نصيب منوى وتوقيتها 6:09 جزء واحد من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب السيلية وتوقيتها 6:09.9 من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز منوى وعلى فوز أيضا السيلية.